السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو ان شاء الله اللي جيت عاوتاني ندير لكم واحد الانبوكسين لواحد الكيس اللابتوب ماك بوك برو بالمعالج الجديد M1. يعني الكيس اللي كتشوفوا اللي هي شريته من امازون، يعني كما كتشوفوا من بعد ما درت لكم الانبوكسين يعني الكيس UHG ودرت لكم انبوكسين الكيس ديال سبيغن. يعني اللي ما شافش هذوك الفيديوهات يمشي يشوفهم، يعني غيلقاهم في هذا الاي اللي غتخرج له دابا ولا غيلقاهم في صندوق الوصف. يعني الصراحه UHG وحده من الكيسز اللي مزيانين زوينين ومعروفه الماركه. يعني عندي الكيس ديالهم الهاتف ديالي النوت 10 بلس، يعني النوت 10 بلس كنستعمليه الكيس ديال UHG كما كتشوفوا هنايا. وسبيغن الصراحه هي ثاني حتى هي واحده من الماركات اللي كيعجبوني بزاف، هي اللي كنستعمل الماك بوك برو وكنستعملها حتى الايباد برو اللي عندي 12.9 انش. ولكن دابا جيتكم بواحد الكيس اللي جديده رخيصه عليهم بجوج، يعني رخيصه على سبيغن ورخيصه على UHG، وصراحه هي كنظن هي اللي غتربحهم في هذه المسابقه هذه ديال اشمن احسن كيس الماك بوك برو بالمعالج الجديد. يعني هذه عجبتني بزاف ورخيص عليهم بزاف. غادي نبداو دابا ان شاء الله ندير لها انبوكسين، وبلاتي شويه غير نسالي الانبوكسين غادي نبدا نركبها باش نشوفوا يعني كيفاش كتجي. يعني غادي نحلو من هنا ولا من هنا ماشي مشكل، المهم عندنا هي تحل. اوكي غادي نجبد على هذا الشكل هذا. يعني كما كنشوف هنايا كتشوفوا كاين فيها كتجي في الوان مختلفه، ولكن الصراحه انا لقيت غير هذا اللون الاسود وهو نيت اللون اللي كيعجبني، يعني اللون كحل جا زويون مع اللوغو ديال ابل هنا حتى هو كحل. كما كتشوفوا هنايا يعني دايرين بان كتوافق هذا الكيس هذه، يعني كتوافق مع الموديل ماك بوك برو 13 انش، يعني الموديل A2251 و A2289. ولكن غنقول لكم واحد الحاجه بان هذا الكيس هذه كتوافق حتى الموديلات الجديدين ديال M1، يعني فيهم الشريحه ديال M1. غادي نبداو ان شاء الله في الانبوكسين. غادي نحيدو هذا الكيس هذه على هذا الشكل هذا، واول حاجه كنشوفو هو الفابور. وكما كتعرفوا عزيز عليا الحاجه الفابور، يعني ها هما شنو كيعطيو معها، يعني كيعطيو معها هاد يعني غلاف واقي الكيبورد. يعني ها هو كامل هكايا نتاع الرابر، يعني كتقي به هاد الكيبورد هذا غير كتحطو عليه وكيلصق شويه بلاتي وكتقادو هكا شويه وكيلصق. يعني ها هو باش حنا نقولوا الا دفقات شي حاجه هو بنادم خاصو يحضي، ما دفقت حتى حاجه، ولكن الا دفقات زعما شي حاجه ولا كانوا شي اوسخ يعني كيبقى غير في هذا كتهزو كتنفضو هكايا وكيتحيد كاع داك الوسخ. يعني هذه حاجه زوينه، يعني قال حاجه الفابور اللي كيعطيو كتعجبني. اوكي هنا كاين هذا الكتيب هذا ديال الارشادات، ما عمرنا ما قريناه هما كنظنش واش غادي نقراه شي مره. اوكي يعني هنا الكيس ها هي الكيس كما كتشوفوا كتجي مغلفه مزيان محميه باش ما تجرح حتى حاجه. يعني كاين الجزء العلوي ها هو وكاين الجزء السفلي ودايرين بيناتهم هذا الفرشي هذا اللي حتى هو غادي نحيدو. يعني غنبدا ان شاء الله نحيد هذا البلاستيك هذا الواقي ديال الجزء العلوي ها هو الاولى وديريه حتى من الداخل. يعني الصراحه من ناحيه الوقايه مزيان باش ما يتجرح ما حتى حاجه. ها هو هذا هو الجزء العلوي. الصراحه الديكور ديالو عجبني، كيبان داك اللوغو ديال ابل من هنا، واخا ما كانش عندي مشكل مع سبيغن بحال يبان بحال ما يبانش، ولكن عجبني هذا الموديل هذا زوين واحسن. الجزء السفلي كيتحيد على هذا الشكل هذا او كيتحيد على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا هنايا. يعني كاين هذه الفتحات التهويه ومن هنا كاين هذا الكات هذا، يعني مقطعين من هنايا هذيك الفتحه تاع التهويه ديال الماك بوك M1 بلاتي غيبان لكم هادشي كامل. وزيد عليها هذا يعني هذا الرابر فيت هادو ولا هاد الارجل الصغيرين باش ما يبقاش يزلق لكم فاش تحطوا اللابتوب ديالكم. اول حاجه غندير يعني هو غادي نركب الجزء السفلي، يعني غادي نهز اللابتوب على هذا الشكل وغادي نحطو يعني هنايا ها هو غادي نحطو هنا وغادي ندفع يعني غير بشويه ما يحتاجش الجهد. ها هو وهاد الاسنان هادو اللي كتشوفو ها ما سمعتو كليك كليك هنا اصلا تكليكات وهنا كليك وحده اخرى وهنا وحده اخرى وهنا وحده اخرى، يعني انتهينا من هاد الجزء هذا كنظن انتهينا. بلاتي غنقلب وغادي نشوف واش انتهينا النيت ديال بصح ولا لا. كما كتشوفوا يعني هنايا انا شريته من امازون، يعني الكيس شحال كدير
كدير 30 الاورو، يعني هي ارخص من الكيسز اللي شريت سبيغن وارخص من اي اج، يعني صراحه وزوينه بزاف، وحتى هي كتقي يعني ولا كتحمي الجهاز يعني من الخدوش ومن الضربات، حنا نقولوا شويه ديال الرابر شوي يعني كتحمي حتى هذا. ها هو صراحه زوين، ديكور عجبني بزاف بزاف بزاف. الماركه كما قلت لكم في اللول سميتها موسيسو، الا قلت لكم في اللول ما بقيتش عاقل واش قلت ولا لا. المهم الماركه هي موسيسو، يعني هذه ماركه غتكون شينويه الا نطقتها مزيان. المهم موسيسو بالعربيه ولا بالدارجه غنقولوا حنا الموسيسو، فهمتي الا هما بالشينويه كيقولها موسيسو. غادي نسد هكايا وغادي نلصق هذا الموسيسو ما عرفتش الصراحه كيفاش نبقى، ولكن المهم نطقتها بطريقتي الشخصيه. يعني حتى هي كاين شي اسنان يعني غنضغطو غير بشويه يعني بطريقه احترافيه بطريقه شويه. المهم بشويه عافاكم باش ما تهرسوش الجهاز ديالكم وتبقاو تبكيو، يعني غير بشوي. ها هو هانت كتسمعوا كليك كليك كليك، كيتسالاو الكليك صافي كتحبس حتى انت ولا حتى انت. غنرد هكا ونتاكد واش كلشي شاد بلاصتو ولا لا. اوكي ها هي السنه الاولى مازال، ها هي كليك 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 كليك، صافي كلشي تكليكه. يعني صراحه اللابتوب اش غنقول لكم كيجي على هذا الشكل هذا اللي تنشوف من الوراء. اوكي التي صافي ها هما. ولا درتهم خطا؟ لا خاصني نقلب هذه. يعني كتجي صراحه على هذا الشكل كتجي زوينه بزاف، ولكن لا كنظن هذه قلبتها. لا هذه قلبتها، لا هذه البساله قلبتها. هذا الموسيسو هذا الموسيسو خاصها تكون من اللور، يعني خاصني ندير هكا وخاصني نحيد هذيك الموسيسو خاصها تجي من اللور. التي يعني اللي ركب موسيسو من القدام بحالي يديرها من اللور حسن. لا تنغاب شويه عليكم وصافي. ها هو حيدتها. يعني هاد الماركه هذه السميه تاع الماركه تاعهم خاصها تجي من اللور ماشي من القدام. يعني فاش ركبتها لقيت الاسنان ماشي هما هادوك. اوكي اش غنعاود ندير؟ نعاود ندير لها هكا بشويه كما قلت لكم، كل سنه ندوز عليها بوحدها. التي نشوف هي هاد السنة هادي، هاد السنة غنسدو ونشوف واش هاد الأسنان هادو كاملين دخلوا كل وحدة دخلت بلاصتها. أوكي دابا كنلقى بأن هاكاك شتي دابا مزيان أحسن الصراحة. يعني الكيس كتجي الصراحة على هاد الشكل زوينة بزاف، عجبتني بزاف، أحسن كيس وأرخص كيس لحد الآن اللي جربت. والماركة كتشوفوها هنايا هي موسيسو، إلا كتبان لكم هاهي غتبان لكم دابا كنظن هاهي. وكتعاود تشوفها هنايا يعني نفس الاسم ها هو موسيسو، الا كيبان لكم هكا يكون كيبان لكم كنظن. الصراحه عجبتني هذه، عجبتني بزاف. يعني هذيك يو اج اللي كنت شريت كانت عجبتني، ولكن كانت غلطات اللابتوب بزاف. سبيكن كانت عجبتني احسن منها، ولكن هذه الصراحه سالات معاهم. كتبوا لي في التعليق اش بان لكم في هذا الكيس هذه. يعني هذه كنظن غنخليها بلا ما نتشاور معكم، كتبوا لي غير الراي ديالكم فيها. مع الخطره فيها حتى كنتشاورت معكم قلت لكم قولوا لي اختاروا شكون اللي غادي نخليه، واش يو اج جي ولا سبيغن. ولكن هذه ان شاء الله غنخليها يعني 100% غنخلي هذه. يعني كتبوا لي في التعليقات ديالكم كي جاتكم هذا الكيس هذه، واش نتوما كتشاطروني يعني الراي واش هذه حسن من سبيغن وحسن من يو اج جي. يعني في الحله ها هو كتحل، هانت ها هو كتحل اللابتوب كتعاود تسد اللابتوب. ها هو كلشي مسدود، بلاتي نعاود نتاكد من هاد الاسنان هادو، الاسنان كلشي مسدود. ها هو يعني كتحل اللابتوب ديالك، ها هو كتعاود تسدو. صراحه زوين على الشده ديالو كيفاش كيجي، هانت كتشدو هكا وكتبقى غادي. ها هو كتشدو هكا وتبقى غادي. الصراحه زوينه بزاف، عجبتني عجبتني الصراحه. كتبوا لي في التعليقات، اللي مازال مشترك في القناه يشترك في القناه ديالي، وسيروا الانستغرام حتى تما يعني كنحط محتوى مغاير شيئا مع المحتوى ديال اليوتيوب. شكرا بزاف اللي بقيتوا حتى هذه الوقيته هذه، وبسلامه الله يعاونكم.